السادس من رمضان من عام 2011، ذكر أحد فروع المصرف المركزي النمساوي أنه يقوم بطباعة أوراق نقدية سورية بموجب عقد موقع من دمشق في 2008، وصفته الحكومة النمساوية بالمشبوه، موضحاً أنه يدقق حالياً في العقد لإنهائه على الحل، معتبراً أن المسألة مسألة أخلاقية. في السادس من رمضان من العام نفسه، نفذ حوالي 150 طبيباً بشرياً وأسنان اعتصاماً صامتاً في مشفى حلب الجامعي، وجرى خلال الاعتصام قراءة بيان طالب فيه الأطباء بوقف الحل الأمني الذي يجتاح المدن السورية، كما طلب بإطلاق سراح المعتقلين بمن فيهم زملاؤهم الأطباء والسماح بحرية التظاهر والتعبير، كما شجب البيان منع إسعاف الجرحى من المتظاهرين وإغلاق المشافي والتضييق على الأطباء واستعمال سيارات الإسعاف لأغراض غير إنسانية، كما تليت قائمة بأسماء الأطباء المعتقلين في حلب. في السادس من رمضان من العام نفسه، شهدت مدينة الطبقة مظاهرة خرجت من جامع الحمزة وجامع النور وجامع المصطفى وجامع النهضة، وقد كانت الأعداد تتجاوز 500 متظاهر نصرة لحماه ودير الزور وجميع المدن المحاصرة. في السادس من رمضان من عام 2012، قامت جماعة عصائب أهل الحق بتكثيف تواجدها في دمشق، وذلك بحجة حماية مرقد السيدة زينب من الهدم، وذلك بعد أن دخل العشرات منهم إلى سوريا خلال اليومين السابقين، وقد دخلوا إلى سوريا مجهزين بكامل عدتهم من أسلحة وذخيرة. في السادس من رمضان من العام نفسه، قامت قوات النظام السوري بقصف مستشفى فلسطين بمخيم اليرموك بدمشق، مما جعل أعداد الشهداء الفلسطينيين في تزايد مستمر، وجاء القصف بعد اشتباكات بين الجيش الحر والجيش النظامي في آخر مخيم اليرموك شارع 30 والذي تقع به مستشفى فلسطين، وقد أدى القصف إلى وقوع حريق كبير في المشفى الذي كان يقدم العلاج لكل المصابين من كل الأطراف، وهذا ما جعله مستهدفاً من قبل النظام. في السادس من رمضان من العام نفسه، دعت منظمة اليونسكو جميع الأطراف الضالعين في النزاع في سوريا إلى ضمان حماية الإرث الثقافي الاستثنائي في مدينة حلب التي تشهد مواجهات عنيفة بين قوات النظام السوري والمقاتلين المعارضين، وأوضحت المنظمة في بيانها قلقها الشديد حيال المعلومات عن معارك كثيفة في حلب، وذكرت أن هذه المدينة القديمة احتلت تاريخياً موقعاً استراتيجياً على الطرق التجارية بين الغرب والشرق، وقد احتفظت بإرث تراثي يعكس تنوع ثقافات الشعوب التي أقامت فيها منذ أكثر من 1000 عام. وقد نبهت منظمة الأمم المتحدة للجمارك والإنتربول والدول المجاورة لسوريا إلى خطر تعرض المعالم التراثية السورية للتخريب والتهريب. في السادس من رمضان من العام نفسه، أعلنت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري إيقاف جميع عمليات الإسعاف في محافظة حلب حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تعرض مؤسساتها ومتطوعيها وموظفيها ومركباتها وسيارات الإسعاف التابعة لها للاعتداء والخطف، وبسبب الاتهامات الباطلة التي يتعرض لها والتي تؤثر على مصداقيته، واعتبرت المنظمة الاعتداء على كل ما هو تابع لها يعد جريمة حرب وفق لاتفاقية جنيف، وتمنى تسهيل مهماته لما في ذلك من أهمية كبرى في إيصال خدماته الإنسانية إلى من يحتاجها. في السادس من رمضان من العام نفسه، استشهد لاعب نادي الاتحاد الحلبي زكريا اليوسف،
وذلك بعد أن هرع إلى مكان سقوط قذيفة هاون في حي الأنصار بحلب ليساعد في إسعاف الجرحى مع مجموعة من المواطنين، لكن قذيفة أخرى سقطت أثناء تواجدهم وأدت إلى استشهاد 6 أشخاص على الأقل. كان زكريا المعروف بأخلاقه العالية ومعاملته الطيبة واحدا منهم. في 6 من رمضان من عام 2013 أعلنت شركتا الهواتف النقالة في سوريا MTN وسيرياتيل عن رفع سعر مكالمة التجوال الهاتفي في الدول المجاورة بشكل كبير جداً قياساً بما كانت عليه سابقاً، وخصت بعض الدول بزيادة كبيرة نتيجة مواقف سياسية مع سوريا ووجود عدد كبير من السوريين في تلك البلاد ومنها تركيا والأردن ومصر. فقد قفز سعر الاتصال على الدقيقة مع تركيا من 30 ليرة سورية للدقيقة إلى 1214 ليرة. في 6 من رمضان من العام نفسه قرر مجلس جامعة حلب سحب شهادة الدكتوراه الفخرية في العلاقات الدولية التي منحها عام 2009 لرئيس حكومة تركيا رجب طيب أردوغان، وبرر المجلس ذلك بأنه استجابة لرغبة مجالس الجامعات السورية والأوساط الأكاديمية والطلابية، وذلك بسبب تآمره على الشعب السوري وممارساته التعسفية بحق المحتجين الأتراك على حد وصف المجلس. كما اعتبر المجلس أن هذا القرار هو بمثابة رسالة تضامن قوية مع الشعب التركي الصديق.